هندخل على موضوع تاني ونتكلم على جامعة المنصورة اللي شهدت احتفالية لتكريم الفرق اللي فازت بجوائز التميز واللي بيتم تنظيمها ضمن خطة التحول نحو جامعات الجيل الرابع بالتعاون مع إدارة جائزة مصر للتميز الحكومي بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية. يعني في الحقيقة تعريف أو مفهوم جامعات الجيل الرابع بقينا بنسمعه كتير الفترة اللي فاتت مع عصر التطور التكنولوجي السريع ومواكبة التقدم، أصبح من الضرورة أو من الأساسيات. النهاردة هذه الجامعات لها خصائص خاصة بها زي التفكير النقدي، الإبداع الفكري، التعليم المبتكر، الحاجات دي كلها. هنعرف تفاصيل أكتر من دكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة اللي معانا دلوقتي عبر الهاتف. صباح الخير على حضرتك وأهلا بيك. صباح الخير يا فندم، واهلا بحضرتك واهلا بالسادة المشاهدين. اهلا بيك يا فندم. حابين حضرتك توضح لنا ما تشمل عليه جائزة التميز العلمي من تخصصات وقطاعات علمية. هدي اللي يعتبر الدورة الثانية في جامعة المنصورة لجائزة التميز الحكومي الداخلي الخاصة بجامعة المنصورة، والحقيقة بيكون بالتعاون بين الجامعة ووزارة التخطيط زي ما حضرتك ذكرتي، وبيكون التقييم تحت إشراف وزارة التخطيط. وهذا العام تم إطلاقها من يناير الماضي، وعلى مدار عام كامل تم التقدم والتقييم من الفرق المدربة على هذا الشأن. والحقيقة تقدم لنا بالنسبة عندنا ثلاث فئات، فئة المبادرات الابتكارية تقدم 10 مبادرات، وفئة الكليات تقدم 14 كلية، وفئة فرق العمل تقدم 22. والحقيقة فاز من الكليات بالامس كليه العلوم المركز الاول، وكليه الفنون المركز الثاني، وكليه الصيدله المركز الثالث. عندنا فرق العمل المركز الاول في مركز العيون اللي مستشفى مركز العيون في الجامعه، والفرق والمستوى الثاني او الفاز الثاني تطوير الريف المصري، والفاز الثالث مستشفى الاطفال. اما المبادرات الابتكاريه وكانت كليه التمريض هي المركز الاول، والمكتبه المركزيه المركز الثاني، ومستشفى البطنه التخصصي المركز الثالث. الحقيقه دي منافسه بتتم على المستوى الاداري وعلى مستوى اداء الخدمه، ودي بتكون افكار ابتكاريه بيقدمها كل فريق وبيتم تقييمها حيث نصل الى اعلى مستوى من الجوده والاداء والتميز اللي يرضي المجتمع المصري في ظل القياده السياسيه وفي ظل تحقيق رؤيه مصر 2030. طيب بيتم تقديم المسابقة من امتى يا فندم؟ قبلها من امتى؟ والمسابقة نفسها يعني كلمنا اكتر عنها، كام يوم؟ فترتها احنا بدأنا من يناير الماضي، وضعنا الخطة واعلنا الجدادي، بالتالي بنترك للمتسابقين المدة لا تقل عن شهر ونصف ان هم يقدموا مشروعاتهم، وبيتم رفعها الكترونيا، ثم يتولى فرع العمل تقييمها وعمل يعني شورت ليست، يعني قائمة مختصرة للمستوفي الشروط، ثم يتم المقابلات تمت في شهر 6 الماضي، وبالتالي تمت زيارات شهر 9 الماضي، واعلنت النتيجه بالامس امام الجميع. طيب حابه حضرتك كمان تكلمني عن لجنه التحكيم بالمسابقه، ازاي بيتم اختيارها لتقييم الاعمال المقدمه في مختلف القطاعات؟ دي تعتبر الدوره الثانيه في جامعه المنصوره اللي هي التميز الداخلي وليس التميز الوطني، احنا بنقدم بعد كده على التميز الحكومي على المستوى الدولي. ودي النقطه الثابته على مستوى الجامعات المصريه. الحقيقه تم اعلان عن كل من تتوفر فيه الشروط من زعامين، وتم اختيار فئه من الجهاز الاداري اعضاء تدريس، وبلغ عددهم 20 متدرب من اجمالي اكثر من 250 تقدموا، واللي اشرف على تدريبهم وتهيئتهم وزاره التخطيط. وبالتالي اصبحوا مدربين مقيمين معتمدين لدى وزاره التخطيط، وبعد ما بيصفوا الملفات ويعملوا قائمه مختصره بتاتي وزاره التخطيط تراجع عليهم وتحضر المقابلات والزيارات الميدانيه، بالتالي بيكون وزاره التخطيط من خلال فريق جائزه التميز الحكومي اللي بيرأسه اللي بنشوف العام عليه السفير هشام بدر، بيتولوا هم اعلان النتائج او تحديد الفائزين من خلال الزيارات الميدانيه واطلاع الملفات. طيب زي ما يمكن قلنا في المقدمة أن مفهوم الجيل الرابع بقينا يعني نسمعه كتير قوي الفترة اللي فاتت، خطة تحول جامعة المنصورة لجامعة من جامعات الجيل الرابع، حابين حضرتك تحكي لنا أكتر عن هذه الخطة، ومثلا هل بتوفروا ورش عمل للطلبة؟ إزاي ده بيكون؟
هو الحقيقة طبعا جامعة المنصورة هي الجامعة الوحيدة في الجامعات المصرية اللي حصلت على الاعتماد الأكاديمي عام 2022، والحقيقة دخلنا في مسابقات على مستوى الدولة المصرية وفزنا بمراكز متقدمة في التميز الحكومي. عندنا مركز التقنية أصبح شركة خاصة اسمها شركة انطلاق، حصل على المركز الأول على مستوى الجمهورية في عام 2022. عندنا كلية الهندسة حصلت العام الماضي على المركز الأول. حاليا يعتبر مركز التقنية ده أصبح شركة انطلاق، يعتبر منارة بالنسبة لكل الجامعات المصرية الحكومية والخاصة، لأنه بيعتمد في كل الإعلان النتائج وكل التعاملات، سواء كان التعاملات اللوجستية أو التعاملات تقديم الطلبة أو دفع الرسوم، كلها إلكتروني. يعني عدنا بنستخدم التكنولوجيا في كل ما يتعلق بالعمليه التعليميه والاداريه. ايضا ان منذ 6 اشهر اعلنا ان التقدم والحضور للمستشفيات الجامعيه اللي بيتعرض عليها ما يقرب من 2 مليون سنويا اصبح الكترونيا. في اول يناير الحالي الشهر الحالي بنسبه 100% الحجوزات والحضور في المستشفيات الجامعيه في 10 مستشفيات أصبح بنسبة 100% الحجز فيها إلكترونيا. يعني نسبة التحول الرقمي عندنا الحمد لله يعني متقدمة جدا. الامتحانات عندنا الصلاة الإلكترونية تسأل في 6500 طالب يمتحن في وقت واحد على مستوى الجامعة، وده عدد ضخم جدا لا أعتقد يتوفر في أي جامعة. الحمد لله عندنا تطلع للأفضل في الفترة القادمة إن شاء الله. إن شاء الله يا فندم. طيب هل في نية أنه المسابقة تبقى موجودة بشكل سنوي ولا حسب ظروف التنظيم؟ لا، المسابقة بشكل سنوي، وبالعكس أنا أعلنت بالأمس مضاعفة القيمة المالية لكل متسابق ولكل فائز. يعني أعلى فئة كانت 80,000، تم مضاعفتها 160 لكي أحفز المتسابقين السنة القادمة أن تكون هناك منافسة أعلى من ذلك وتقييم على مستوى أعلى. بل بالعكس إحنا إن شاء الله سوف نقدم على المسابقة الوطنية لجائزة التميز الحكومي، وفي إن شاء الله مشاركة على المستوى الإقليمي على مستوى الجوائز الإقليمية الدولية، بحيث ان شاء الله نثبت للمجتمع الدولي والمجتمع المحلي ان جامعه المنصوره من جامعات الجيل الرابع تحق، وانها تستحق ان شاء الله تكون احد اذرع الدوله المصريه في التنميه المستدامه. بالتوفيق يا فندم. بنشكرك دكتور شريف خاطر رئيس جامعه المنصوره، كل الشكر ليك.